هنا القاهرة، أهلا بكم. حلقتنا النهاردة اتولدت فكرتها من تصريح المستشار مرتضى منصور اللي قاله امبارح معانا في الحلقة. تعالوا نشوف قال ايه ونرجع لكم تاني. سيدي، لو أصبحت رئيس ألغي الفيسبوك وأنا مغمض، مخابرات ضرب في البلد. شوفي الراجل ترامب المجنون ده لما قال لك الدول قليل الادب، كلب قليل الادب، بيقول لك الدول الافريقيه دول حساله البكابورتات، هو حساله البني ادمين. احنا حساله البكابورتات يا سافل. المهم يعني، وطبعا عنده مشكله طبعا ترامب من صغره، احنا عارفينها طبعا، يعني مشكله قديمه ربنا يشفيه منها يعني. فالفيسبوك يا فندم معظم قضايا الطلاق والتفسخ الاجتماعي في الأسر الفيسبوك. طب هل سيادتك شفت التعليقات اللي طلعت لما قررت انك انت تترشح؟ ولا تعنيني، خليهم ينبسطوا اليومين دول. طب شفتها يعني ولا لا؟ ما انا بقول ما بتابعش الفيسبوك، لانه بقول لك بقى اصبح شبكه تفسخ اجتماعي ولا تفرق معايا. طيب وادهم على فكره مش سايبين حد، دول قالوا قلة الادب قاعدين بالليل. خلاص الولد ياخد الاستراكوز دون ولا الشمه، واخده بالك، وبيقعد يهرج على ابوه. يعني ابوه مثلا يقول له يا ابني ذاكر، ولا ذاكر ليه؟ في ايه؟ قال ادب خلاص. ده الاب فقد سيطره عليه. انا واكن يابا كبير كده ابوس ايد ابويا وامي، ببوس ايد ابويا وامي والناس كلها عارفه الكلام ده. طب ولو اتقفل الفيسبوك ايه اللي هيحصل؟ ايه الاستفاده اللي هتحصل؟ اللي بيحصل الاتي، الفيسبوك هو بقى اولا عايزه تتعلمي ازاي تعملي قنبله، خش على الفيسبوك. هم داعش جندوا العيال منين؟ من الفيسبوك. من الفيسبوك خلاص. هي الستات اللي بتطلق بسبب الفيسبوك خلاص. هو الخراب المستعجل عندنا الفيسبوك. هي الصين لما لغت الفيسبوك، الصين وقت بقت اكبر قوه اقتصاديه في العالم. الفيسبوك لازم يتلغي. الناس ركزت يعني، لازم يتلغي. بقول لحضرتك كل طالب في دراسته اللي عامل في شغله يا فندم، بصي الواد يعني زمان لما كنا في الكليه مثلا واحد بنحب واحده مثلا خلاص، ادتنا الطرشه مش مشكله خلاص، زميله وخلاص. ده بيعمل بقى يجيب جسم مارلين مونرو بالمايوه ويحط له صوره البت ايه زميلته في الجامعه، وراح منزل صورتها كده بقله ادب وسفاله شوفي كل القاذورات بتطلع في هذا الباكابورت اللي اسمه الفيسبوك. برغم هو معمول ليه اصلا؟ شوف العالم بيستخدمه ازاي. انا عايز اعرف معلومه عن مخترع الكهرباء، مخترع التلفزيون، مخترع التليفون، اخش اعرف. عايز اعرف مثلا كولومبيا دي فين وايه المناخ بتاعها وتعداد سكانها. ده هو معمول عشان كده، مش معمول عشان الباكابورت شتيمه في كل الناس وقله ادب وتريقه وتهريج ومش عارف. اصل هو لما يجي مش عارف المسيحيين والمسلمين هيعمل فيهم ايه، اي قله ادب واي سفاله. لكن هو في النهايه، طب انت مش سيادتك اعلنت ترشحك على الفيسبوك؟ لا انا ليا صفحه بعد اذنك. ولا قصدك بتقصد انه يستخدم في استخدام جيد فقط؟ لا مفيش يعني. جيد خلاص. مرتضى منصور جاي، اسمعي بس، مرتضى منصور جاي. طب انا ما عندي برنامج، ما عندي 100 قناه كانت طالباني، بس انا جيت لك خلاص هقول والله انا برشح نفسي. انا منورنا النهارده. انا بس نزلت صوره التوكيل، نموذج التوكيل بياناتي، ما اتكلمتش، اول مره اتكلم معاك خلاص. انا النهارده وانا مغمض كده اول قرار الغاء الفيسبوك، شكرا. البلد عايزه تاخد شويه هدوء اخلاقي، لان احنا من ضمن مشاكلنا الانفلات الامني، خلصنا عليه تقريبا شويه، عندنا انفلات اخلاقي. مفيش حد ما بيشتمش بدل من رئيس الجمهوريه على الحيطان. ودي كانت مشكله في 25 يناير و28 لما طلعت ممثله وجابت صوره حسني مبارك وقعدت تضربه بالجزمه، يا ابن كذا يا ابن كذا يا ابن كذا. انا طلعت يومها وقلت اتفرجوا على البلد دي بعد الصوره دي، ما فيش فيها كبير. طب ايه اللي حصل؟ احنا ما كناش كده من 4-5 سنين. ايه اللي حصل؟ اللي حصل بالظبط انه من امن العقاب امن العقاب اساء الادب تمام. وبعدين احنا عندنا ظاهره، ما كانش في عقاب قبل كده ولا نعم. قصدك انه يعني لا كان في انضباط طبعا في اخلاق.
الحقيقة أنه التصريح ده عمل جدل على السوشيال ميديا ما بين مؤيد ومعارض. فريق يقولك أنه الفيسبوك حرية وقرب المسافات بين البلاد والمجتمعات وقرب الناس في غربتهم بينهم وبين أصدقائهم بينهم وبين أسرهم وخلاهم أن هم يعرفوا أخبار الدنيا واللي بيحصل حواليهم، وكمان خلى العالم قرية صغيرة. والفريق المعارض بيقول أنه بيخلي الناس تهمل بعض، يعني أفراد الأسرة يبقوا قاعدين مع بعض في بيت واحد وكل واحد فيهم مشغول بتليفونه على الفيسبوك. طبعا كلنا مرينا بالمواقف دي أو الموقف ده، كلنا بتحصل معانا، وده الحقيقة بيؤدي أو بيعمل تفكك أسري، وبيستشهدوا بأنه الفيسبوك أول حاجة بيشوفها الواحد أول ما يقوم من نومه وآخر حاجة يشوفها قبل ما ينام، وكمان بيخلي الناس تعيش في وحدة وعزلة عن العالم، وده بيؤدي لاكتئاب، وكمان بيضيع الوقت وبيخلي الطالب ما يذاكرش والموظف ما يقومش بشغله، وبيقلل الخلايا الرمادية اللي في المخ ويخليها تضعف وما تقومش بدورها. وقالوا كمان انه بيفقد الانسان خصوصيته، لانه في ناس بتستغل الصور والاخبار اللي بتنزل استغلال خاطئ، وكمان ده اصبح وسيلة لاي جهاز مخابرات في العالم انه يجمع معلومات من خلاله عن المستوى الاقتصادي والاجتماعي لاي شعب من الشعوب. حلو قوي اللي قلته ده، جميل، نقلا عن الفريق المؤيد والمعارض. يعني احنا النهاردة بنناقش قضية الفيسبوك والسوشيال ميديا ما لها وما عليها، وهل الحل في إغلاق الفيسبوك ولا تقنين عمليات استخدامه. في حلقتنا النهاردة هنناقش القضية دي بموضوعية وحيادية علشان نفيد ونستفيد، وهيبقى معانا فقرتين النهاردة. فقرة ضيوفها الدكتور سمير صبري المحامي والأستاذ ميشيل حليم المحامي والأستاذ عبير سليمان رئيس مؤسسة ضد التمييز والأستاذ أيمن محفوظ المحامي. وبعد الفاصل هيكون معايا زميلي الإعلامي ضياء سليمان نجم السوشيال ميديا علشان هبدأ معاه الحلقة عن مميزات وعيوب الفيسبوك والسوشيال ميديا. أنا فاتحة حلقتي النهاردة فاتحة الهوا وهستقبل كل مكالماتكم علشان نسمع مع بعض ونتحاور ونشوف المشاكل اللي حصلت للناس بسبب الفيسبوك. ودلوقتي هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية. ورجعنا بعد الفاصل ومعانا الإعلامي ضياء سليمان. أهلا بك يا ضياء. أهلا بك يا دكتور ضياء. إحنا عندنا النهاردة حلقة عن الفيسبوك، وباعتبارك أن أنت خبير بقى في السوشيال ميديا والفيسبوك، وعايزك تكلمني بالمرحلة العمرية بتاعتك. أنت شاب وصغير وبتتابع الفيسبوك بشكل كبير، فقول لي أنت شايف إيه المميزات اللي في الفيسبوك وإيه العيوب؟ طيب خلينا نبدأ بالمميزات الأول. لما صادفني من كم يوم كده لما كان على الفيسبوك، لقيت فيه شباب من منطقة معينة عاملين جروب على الفيسبوك، تمام، عاملين فيه فكرة هايلة جدا. ايه بقى الفكرة دي؟ احنا عارفين ان للأسف في العشوائيات والأماكن المتطرفة دي بيكون نسبة الإتجار وتعاطي المخدرات بتكون فيها عالية شوية، تمام؟ عملوا إيه بقى الشباب دولت؟ عملوا جروب وقالوا فيه إننا هنصور من يقوم بالإتجار بالمخدرات وتعاطيها. حلو جدا. شيء إيجابي جدا ورائع جدا. يعني
حضرتك هتفكر انك تبيع المخدرات هنصورك وهننزل صورتك على الجروب ده. حضرتك هتفكر انك تشتري المادة المخدرة او المخدر او المخدرات ايا كانت هي ايه نوعها وهتتعاطاها، هيتم برضو تصويرك بنفس الطريقة وهنفضحكوا بقى ما دام ان احنا مش عارفين ان احنا نقضي على الظاهرة دي. دي من وجهة نظري الحقيقة كانت حاجة يعني زي ما حضرتك شايفة كده على الشاشة. لا للمخدرات، لا للمخدرات والصور الصور المكان دي مراقب بالكاميرات بالظبط كده. حلو. الصور والكاميرات اللي هتسجل هيروحوا منزلينها على الفيسبوك، هينزلوها على الفيسبوك. حلو. خلاص. ده جدا مادام احنا مش عارفين نردعكم هيتم ردعكم بقى بشكل تاني خالص، هنفضحكم في 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 مصدر رزقكم بقى في المنطقه اللي بتعيشوا فيها في الشارع ايا كانت المكان. دي كانت من وجهه نظري صنفتها من مميزات الفيسبوك. ده حقيقي انا معاك. مساوئ الفيسبوك هفضل. طب ما فيش مزايا تانية؟ طيب مثلا شايف ايه في الفيسبوك؟ ما هو هنا بقى هنتحول لمنطقة تانية فيها صح وفيها غلط. تمام. لان الفيسبوك الفكرة اللي احنا قلناها دي فكرة هائلة جدا، دينا نقاش فيها. تمام. ايه بقى وظيفة الفيسبوك او اكبر وظيفة للفيسبوك بقى الفترة دي هي ايه؟ هي نقل الاخبار. والله انا لو هاخد اخباري الصحيحة من خلال الفيسبوك فاهلا وسهلا، لكن لو هاخد الأخبار الكاذبة عن طريق الفيسبوك هيكون إيه؟ هنا دي بقى المشكلة. من مساوئ الفيسبوك اللي قلتها قبل كده واللي بقولها واللي هفضل أقولها إلى أن يكون في حل في الموضوع ده هو الإشاعات على الفيسبوك. إشاعات الفيسبوك دي مدمرة مدمرة تماما. اي حد يحط اي حاجه بالظبط، اي حد يحط اي حاجه. وبعدين بقى بيلعبوها بطريقه تانية خالص. الخبر ينزل حد كاتب مثلا انا شايف انه من مصلحه مصر بالبونت العريض كده تنظير يعني مثلا خلاص، وبعد كده يكتب الخبر. خلاص. يعني عندنا مثلا حاجه تانية زي في خبر مهم جدا وخطير بتبقى مكتوبة بالخط الكبير شوية وبقية الخبر بالخط الصغير. تمام. عشان يلفت الانتباه يجذب انتباه ويديله أهمية يعني. تمام. طيب أنا شعرفني الحشو اللي محطوط ده مكتوب فيه إيه؟ ما أنت ممكن تكون حاطط لي كارثة تمام. فأنا قريت الشير بيخلي الخبر يثبت وجوده جدا، ده الشير. تمام. الأخبار الكاذبة دي بتأذي الناس نفسيا ومعنويا وأمنيا وأخلاقيا. الأخبار أي كلام اللي بيتكتب على الفيسبوك فأصبح إن عندي من مساوي وممكن تأذي البلد كمان جدا. طيب جداً. نروح بقى للمزايا. المزايا لما يكون ولا احنا قلنا المزايا، احنا قلنا المميزات خلاص بس على عكس المساوئ يبقى عندك مزايا تاني. طيب ما هو انا اقول لحضرتك اهو من وظيفة الفيسبوك هي غير بقى الصور وان انا بنزل صوري وان انا بكتب تواصل يعني بالظبط، انا بكتب حاجه بحسها فبكتبها، بيكون عندي فكره عن حاجه توصيل لاحساس برضو طبعا دي بتبقى موجوده. حبيت اكتب ايه قرانيه مثلا تمام كتبتها، حبيت اكتب نكته ظريفه كتبتها يعني بتفرج الناس يعني بتطلع هموم الناس جدا تخليهم يطلعوا اللي جواهم بالزبط. يعني لانه بيتم على ذلك يعني بيتم التعليقات بقى واللايك والكلام ده يعني. ف خلينا نختصر ان من مميزات الفيسبوك الفكرة الصغيرة اللي قلتها لحضرتك دي تمام، ومن مساوئ الفيسبوك هي انتشار الشائع. طيب ضياء بص هقول لك على حاجة. انا بستأذنك النهاردة احنا هنعمل سويتش يعني هنبدل الاماكن مجازا. انا النهاردة اللي هقدم الفقرة بتاعتك، اسمح لي. وربنا يستر. وانا عارفه ان انت هتنبسط لانك انت واحد من الناس اللي كنت دايما بتقول لي ان انا لازم اتكلم. خليني هحكي لكم ساده المشاهدين حكايه من غير فيديو. ممكن يا ضياء؟ طبعا. وهبدا الحكايه من الاخر مش من الاول.
من شهر ونص تقريبا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبقوة حملة ضدي، وكانت حملة ممنهجة ومتعمدة لتشويهي بشكل مباشر الحقيقة. وطلب مني زملاء كتير في المهنة إعلاميين، وأنا بشكرهم النهاردة جدا، وأصدقاء وقرايب وجيران، إني أطلع وأرد على حملة التشويه دي. والحقيقة أنا رفضت، ما كنتش عايزة أعمل، يعني ما كنتش عايزة أعمل كده، كنتش عايزة أطلع أوضح ولا أفسر. والدليل على ده إنه أنا جاية أتكلم النهاردة بعد مرور شهر ونص على الموضوع، لما جت مناسبة اللي هو موضوع حلقتنا الليلة عن الفيسبوك. أنا رفضت قبل كده لأني بعتقد إنه مساحة البرنامج دي هي ملك للمشاهد مش ملك لبسمة وهبة، وأنا مش من حقي إن أنا أستخدمها ليا. لكن لما جه موضوع أضرار الفيسبوك، أنا الحقيقة شفت موضوعي ولقيت إن ده مثال من الأمثلة اللي ممكن تكون دليل على سلبيات الفيسبوك. وكل اللي هتشوفوه النهاردة من فيديوهات أو كلام وليد اللحظة النهاردة، لأن أنا يعني لما حصل الكلام ده مع المستشار مرتضى منصور امبارح، وجات لي فكرة إن إحنا أنا وفريق الإعداد إن إحنا النهاردة نعمل حلقة عن الفيسبوك. فالحقيقة أنا لقيت إن أنا إحساسي كإنسانة إني عايزة أتكلم وأقول حكايتي. أنا بطلب منكم إنكم تسمعوني، وحنبدأ الحكاية زي ما قلت من آخرها زي ما اتفقنا. أنا في يوم لقيت موضوع عني منتشر على السوشيال ميديا وتحول لقضية رأي عام وتحط له عناوين براقة، وطلعت أنا بقى قوية ومفترية ومستقوية ومعنديش قلب ومعنديش رحمة، ازاي امشي بتاع الفول من تحت بيتي؟ الغريب في الموضوع انه اي خبر بينزل على الساحة الاعلامية او الصحفية بياخد يوم يومين ثلاثة خمسة سبعة عشرة خمستاشر، لكن موضوع ياخد من يوم ما طلع لحد النهاردة شهر ونص، شهر ونص، وكل يوم بينتشر أكتر من اللي قبله عن طريق حملة ممنهجة وموجهة ضدي. غريبة يعني. تعال أقول لكم حقيقة الموضوع، ولو إني كنت بفضل إنه لما حد يهاجمني، وخصوصا لما يكون اللي بيهاجم واحدة مريضة، مريضة ومحتاجة علاج، فطبيعي اني اتجاهلها. فعلا انا ما كنتش عايزة اتكلم في الموضوع ده، وخصوصا هي مصر يا جماعة في ايه ولا في ايه؟ يعني هل هنلاقيها من اللي احنا فيه والكوارث اللي بتمر بيها البلد، الحروب الخارجية ولا الداخلية
ولا انا بقى اطلع اتكلم في مشكلتي مع الست الصحفية اللي بتكرهني؟ يعني انا استحيت اني اعمل كده. لكن لما جت المناسبة وربنا شاء واراد، انا الحقيقة اول امبارح انا حتى من الناس المولعة بالفيسبوك والانستجرام كنت منزلة صوري وانا الحقيقة مع الوالد والوالدة، كنت بعمل عمرة ودعيت الحقيقة في الحرم وقلت اللهم أرني فيهم يوما، ودعيت ربنا وشاءت الأقدار ان انا بقى يعني بعدها بيوم، يعني الكلام ده انا لسه جاية على فكرة امبارح من العمرة على حلقة المستشار مرتضى، ده النهاردة تاني يوم، هو ربنا أشاء انه ده يحصل وان انا اكون موجودة النهاردة لعله خير. قلت خلاص هتكلم، لان الموضوع كمان دلوقتي الحقيقة زاد عن حده. اللي حصل في حقيقة الامر حضرات السادة المشاهدين والسادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي والزملاء الصحفيين اللي انا بحترمهم وبقدرهم وعندي أصدقاء كتير منهم، ولولاهم لولا الصحفيين والصحافة ما كانش مجهودي ظهر وابقى في النجاح اللي أنا فيه النهاردة، وما كنتش هبقى بسمة وهبة الإعلامية. لكن أنا بستنجد بيكم النهاردة من زميلة ليكم بتسيء ليكم ومحسوبة عليكم لأنها استغلت وظيفتها في تخليص حساباتها معايا. إزاي؟ هقول لكم. والحقيقة يا جماعة أنا بكل أسف وجرح وألم حزينة على الموقف اللي أنا فيه النهاردة، وإني هضطر أقول كلام أو خصوصيات عن حياتي ما كنتش حابة اني اتكلم فيها. من 20 سنة كنت ساكنة في العمارة اللي انا عايشة فيها دلوقتي، واتجوزت ابو اولادي اللي انا منفصلة عنه دلوقتي طبعا، ومتزوجة من زوجي الحالي علاء عابد. الحقيقة أياميها ابتليت بجارة متسلقة من نفس المنطقة. الصداقة عندها إكباري وعندها جرأة تخوفك وعندها كمية حقد لدرجة إنك ممكن تشوفه في عينيها تقراه. أول ما سكنت في العمارة أنا لقيت الست دي الحقيقة عرفت إني جيت العمارة دي، فبدأت تتقرب مني، تجيلي البيت، تقتحم خصوصيتي، تفرض علي صداقتها لدرجة تخوف. وكان مش عاجبها أبو أولادي زوجي الأولاني، وكل قعدة الحقيقة كانت بتسخني عليه، وكان مش عاجبها جنسيته وبتحرضني ضده كزوجة، وكان وما زال إنسان محترم الحقيقة، وبأشد له إنه محترم ومتعلم ومن أسرة طيبة، ما شفتش منه إلا كل خير. وهي كانت بتعتبر كونه إنه سعودي الجنسية إنها تهمة بالنسبة لها الحقيقة. أنا يا جماعة الحقيقة خفت منها وقلقت، وأنا من الشخصيات
اللي ما بحبش يكون عندي صديقة قريبة قوي في الحياة الخاصة، لأن عن تجربة دي بتعمل مشاكل. أنا ابتديت أبعد عنها وأعمل وقفة، وكان أيامها على ما أفتكر ما كانش فيه موبايلات، كانش لسه فيه موبايلات، كان التليفون أرضي اللي هو الباناسونيك، فاكرينه اللي بالأنسر ماشين ده، كانت بتطاردني من خلال الأنسر ماشين. وشخصيتها الحقيقة كانت مقلقة في حاجة كمان، عارفين الأفلام اللي بنشوف فيها الست القوية في البيت وجوزها يعيني ضعيف غلبان لا حول له ولا قوة، وهي ست حقيقة تافهة عشان كده بتشغل حياتها بالآخرين. وكانت الست دي بقى في الأفلام اللي هي زي صاحبتنا بتسخن الزوجات على أزواجهم، بيسموها خرابة البيوت زي ما بيقولوا. الست دي لما لقيتني بصدها كرهتني، وفضل جواها حقد ليا، ازاي انا اصدها وارفض صداقتها وما ردش عليها وابعد عنها. ده كان كل ذنبي في حياتي اللي بقعاني منه لحد النهارده. فوجئت في يوم انها كاتبه مقاله عني في جريده، هي صحفية، بتتهمني فيها تهمة الحقيقة أنا عايزة الحقيقة رأيكم. التهمة دي كلام ده من 20 سنة، خلي بالكم، أو من 15 سنة أو 17 سنة. التهمة دي هي إني أنا لما تزوجت باخد فلوس من أبو أولادي وبصرف على أسرتي. وقفة هنا، أنا بنكرش، أنا بنكرش لو بتسميها تهمة أو أي حد هيسميها تهمة، أنا عملت التهمة دي وبعملها. أنا بساعد أسرتي وماله وأهلي وصحابي وناسي، وعمري ما طلعت وقلت الحقيقة أنا اتولدت غنية، ولا الحقيقة أبويا مليونير. أنا أبويا موظف محترم، أبويا كان موظف محترم، أخلاقه الناس بتتحكى بيها، وأنا أتشرف إني ممكن إني كنت أساعده بعد ما تعب وربانا وتعب عشاننا، وربنا كرمني إني بقيت في مستوى أحسن، إني أكرم اللي حواليا وأولهم أبويا وأمي. هي دي فضيحة؟ وجزمت أبويا على دماغي من فوق وأي حد من أسرتي. أنا لو أطول أمشي بجزمهم على دماغي همشي، أبويا وأمي دول أعمل لهم كل حاجة في الدنيا، أساعدهم. هي يعني إيه تهمة؟ أسرتي محتاجة المساعدة، لازم أساعدها ومش هتأخر عنها زي أي إنسان طبيعي. أبويا تعب في تربيتي
وتعب علشان اكون النهارده انا بسمه واهبه اللي قاعده قدامكم. قوم لما ربنا بقى يكرمني ما اعملش معروف مع اهلي واتعاير بيه، يعني عايزاني اكون قليلة الاصل، هل كده اعجب حضرتك؟ لا والله، الظاهر انه بر الوالدين عندك بقى قلة اصل. انا بفتخر على فكرة، انا بفتخر بده، وانا بعيدها تاني، انا عمري ما قلت ان انا اتولدت مليونيرة، انا بني ادم عادية، ابويا رباني وكبرني وعلمني احسن تعليم لحد ما بقيت كده، تزوجت وربنا كرمني بزوج رفع مني، ده مش عيب. يعني انا مش عارفة اقولك ايه، انت ايه؟ انا بصراحة هسيب زمايلك اللي عندهم ضمير ومصداقية وأخلاق، أتمنى إن هما اللي يردوا، لأن الصحافة بريئة منك. نكمل؟ مرت السنين وأنا عزلت وربنا كرمني الحقيقة، ورحت سكنت في فيلا، بس الحقيقة أنا رجعت البيت تاني اللي كنت ساكنة فيه اللي عليه القصة والفيلم ده دلوقتي، لأن أنا الحقيقة ما بحبش البيوت الكبيرة، بحس إنه الناس فيها أغراب عن بعض، بعيد عن بعض. كتير قوي قريبين مني بيقولوا لي أنت فقرية، إذا بتسموها كده سموها كده. رجعت الشقة لأني بحس إنه الناس فيها بتكون قريبة من بعض، بتحب بعض، جنب بعض. يعني بحبش البيوت الكبيرة، ولا حابة بقى كده في حاجة كوزي كده صغيرة. رجعت البيت ده، فين التكبر اللي حضرتك بتقولي عليه إن أنا أسيب بيت كانت الناس تكتب عنه في الجرايد وأقفله بالمفتاح واروح اعيش في الشقه اللي حضرتك عاملاني فيها بطله افلامك؟ انا من عادتي اني ممكن انام في وسط اليوم ساعه او نص ساعه انا وجوزي. الحقيقه يوم اللي حصل ده انا كنت قاعده انا وجوزي علاء بنتابع الاخبار في التلفزيون. علاء بيحب دايما لو نعس كده ينام، احنا عندنا الليفينج روم اللي هي بره عاملينها في الصاله، بتبقى في كل البيت كده كشفه البيت كله، عشان كده انا بحب البيت ده قوي، كل حاجه جنب بعض فيه. فبينام على الكنبه وهو بيتفرج على الاخبار، وانا قمت دخلت انام الساعه بتاعتي. طبيعي انه الساعه اللي لو ما عندش يعني ما كانش عند حضرتك مانع اللي بنامها انه ما حدش يصحيني يعني الساعه دي او النص ساعه دي الا لو في طوارئ. وطبعا الشغاله بتاعتي عارفه كده. المهم لقيت الشغاله عندي يا جماعه بتصحيني بتقول لي كلمي استاذ علاء. انا قمت مخضوضه طبعا، لانه علاء هيبعت يصحيني ليه؟ ما لو عايز يصحيني هيقوم يصحيني. وبعدين بصيت في الساعه لقيت انه انا لسه نايمه بقالي ربع ساعه، يعني هو ما لحقش. في ايه؟ اتخضيت، قمت جري ببجامتي انا اسفه، ولقيت واحده في وشي الاستاذه اللي بنحكي عنها. يعني طبعا هو موقف كان صادم بالنسبة لينا احنا اهل البيت يعني. فقلت لها خير يا فلانة، في ايه؟ قالت لي انا جاية
جايالك يعني انت كإعلامية، ولعلاء جوزك كرئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عاوزين بتاع الفول لو سمحتي ما يمشيش، وعاوزين نقفل الحضانة اللي تحت البيت. فأنا قلت لها يعني المواضيع دي مهمة قوي لدرجة إنك تدخلي على واحد وهو نايم وببجامته وتقتحمي البيت وتصحيني من النوم علشان أنت عايزة تتكلمي في مواضيع مفيش أي وجه استعجال فيها؟ ما كانش ينفع حتى تطلبيني في التليفون تقوليلي الكلام ده؟ أو تستني لما أصحى؟ خدت شنطتها، قالت لي بقى كده؟ طيب، خدت شنطتها ومشيت. علاء قال لها لو سمحتي ما ينفعش تمشي كده، قلت له خلاص أنا ماشية. بعد الموقف ده الحقيقة فوجئت بأنها خلت واحدة هي اللي تتبنى الهجوم عليا للمرة التانية، هجوم بقت آخر. وبالمناسبة الواحدة دي هي اللي خربت، يعني الست دي اللي بحكي عنها من بدري هي اللي خربت بيت الست اللي كتبت عني دي، وكانت سبب في طلاقها، والست دي لسه متطلقة من قريب. أنا مش هقول اسمك عشان خايفة، أنا مش هقول اسمك عشان مش عايزة أشهرك وأعمل لك اللي أنتي نفسك فيه. إلا إذا أنتي بقى جيتي بكرة وقلتي أنا فلانة، هتبقى أنتي لعبتيها صح وعايزة تتشهري بجد، حاجة بقى ترجع لك. نرجع لموضوعنا، ليه صاحبتها دي بالتحديد؟ لأنه صاحبتها دي كانت ماسكة السوشيال ميديا في أحد المواقع الكبيرة. من هنا بقى بدأ التخطيط، ومن هنا بدأت الحملة الممنهجة والمدبرة والممولة ضدي. ليه ممولة؟ لأنه في مواقع بتبقى مدفوعة الأجر، ده رسمي، ده مش حاجة من تحت الترابيزة، مواقع بتدفع لها علشان تعمل لك أخبار، دي شركة يعني بتبقى تقريبا، أنا مش بفهم في الحاجات دي قوي بس اللي اتقال لي كده يعني، وما زالت شغالة. لأنه الحقيقة يعني الكذب ملوش رجلين، هي كذبة في صاحبتها الكلام اللي كاتباه عن لسانها، عاملين كده حوار كده غريب، شغل ألعيب، أنا مش فاضية لهم ولا يعني كاتبه لست صاحبتها نقلا عن كلام الست دي انها دخلت البيت، ده الكلام بقى اللي بيتقولوا بيه عليا، والشغاله الفلبينيه صحتني من النوم، وليه وليه انها صحتني من النوم، فانا الحقيقه قلت كلام اساءه وتجبر وشتمت في بتاع الفول، وانا هعمل فيه وانا هسوي فيه ابن الكذا ومش عارف ايه، وكلام انا بصراحه يعني استحي ان انا اقوله، عندي حياء اني اقول، لكن هم كانش عندهم حياء يقولوا كلام زي كده ولا يكتبوه، وان انا قلت اني هطرده وارميه وان هستخدم سلطاتي ومعارفي، وكله كذب في كذب. طب هنقف هنا، هي بتقول انها دخلت وخلت الشغاله تصحيني، ممكن حضرتها تجاوب وتقول لما انا كنت نايمه هو حضرتك ممكن تقولي انت دخلتي البيت ازاي؟ مين أذلك تدخلي البيت وصاحبته نايمة وصاحب البيت نايم تدخلي عليه بالبيجامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، صدق الله العظيم. يعني أنت جريئة قوي
لدرجه انك تقتحمي خصوصيتي وتدخلي بيتي وتقعدي وتلاقي صاحب البيت نايم وبرضه تصحيه، ايه ده؟ انت ما عندكيش حياء؟ قولي للناس انت دخلتي البيت ازاي لما صاحبه البيت كانت نايمه. وعلى فكره الحمد لله انا كل ركن في بيتي، كل ركن فيه كاميرات، وكان ممكن انزل لك الفيديو ده على فكره انت دخلتي البيت ازاي، انه ما استأذنتيش، ودي في حد ذاتها تهمه. لكن انا الحقيقه ما رضيتش اعمل كده عشان انا مش فاضيه لك. المهم الاستاذه دي مشيت وبعدها بدات الحمله ضدي. تعالوا نتكلم بقى عن اصل الموضوع قبل ما اقول لكم الحقيقه. لما انتشرت التهم البطله ضدي، كل الجيران في الشارع وفي العماره وفي الشارع اللي جنبنا طلبوا مني انهم عايزين يردوا، وعندهم كلام عايزين يقولوه مش هحرقه دلوقتي، هتشوفوه معايا. شوفوا انا ما عنديش مانع، يعني انا رفضت لما الجيران قالوا لي كده، قلت لهم انا مش هرد، وفعلا ما كنتش عايزه ارد. زي ما حكيت لكم ليه انا النهارده طلعت، انا ما عنديش مانع على فكره والله انه يقف تحت بيتي كل عربيات مصر بتاعه الفول. دعوه مني النهارده كل عربيات الفول بتاعه مصر تعالوا اقفوا تحت البيت، لكن بالادب وبالاخلاق. يعني ايه بقى؟ الاستاذ بتاع الفول اللي الصحفيه دي لبسته ثوب العفه وحولته لضحيه، انا مش هتكلم، لكن تعالوا اوريكم فيديو. وعلى فكره الفيديو ده اتعمل النهارده لما قررت اني هطلع اتكلم، كله جه بسرعه وربنا كريم وبيستجيب، والحمد لله الظاهر كانت الابواب السماء مفتوحه وانا في العمره اول امبارح. نشوف الفيديو مع بعض. اولا احنا عايزين نتكلم حضرتك، هل الجهات الاعلاميه او السوشيال ميديا اللي بتدافع عنه دي هي المفروض بتدافع عن اخطاء الناس، بتدافع عن غلط، ولا المفروض ان احنا بنشوف الغلط ايه ونصححه؟ اولا الراجل ده المنطقه اللي واقف فيها طبعا بيلم فيها ناس من العمال وفئات مختلفه عشان ياكلوا عنده فول، دول كل دول يوم واقفين، انا متضرر جدا منه، انا واقف حضرتك الشباك عندي باصص على الراجل بتاع الفول او هو باصص عليا، احنا ما نعرفش نقف لا في البلكونه ولا شباك ولا بنعرف نتحرك خالص بسبب وجود الراجل ده، غير ان هو اساسا الناس اللي بتقف عنده دي بتعمل مشاكل، بتعاكس البنات، مؤاخذه بتشرب حاجات مش عارف بتعمل ايه بالظبط، دي تجمع لفئه معينه طائفه مش مناسبه لينا، احنا منطقه سكنيه، احنا حضرتك المفروض الراجل ده يا اما يشوفوا له مكان مناسب، الناس اللي بتدافع عنه تدور له على ازاي تحل له مشكلته، مش ان هي تضايقنا احنا، احنا حضرتك احنا متضررين. يعني انا مش عارف بصراحه، يعني حضرتك ممكن تسال في المنطقه هنا، هو عمل مشاكل قبل كده؟ اذا كان الناس بتدافع عنه وطلعته ان هو ضحيه، لا ده هو مش ضحيه ولا حاجه، هو انسان اولا بيبدو ان هو كويس طيب وكده في ظاهره، لكن هو عمل مشاكل، في مشاكل هنا مثلا لو سالته عند البواب هنا في مع شغالات بيعكسها، في هنا ابن البواب اللي جنبنا ده برضو اتضرب، اتخانق معاه وضربه وعمل له محضر في القسم ومشاكل، وكلمنا كتير جدا ان هو يمشي بس هو مش عايز يمشي. فحضرتك انتوا يعني تشوفوا الموضوع دوت، هل احنا المفروض بقى نجيبه ونوقفه تاني ونقعده ونفضل نقعديه في مشاكل وندافع عن اخطاء؟ وبعدين صحه ايه اللي حضرتك بيتكلموا عنها؟ في ناس بتقول لك اصل المنطقه نظيفه وصحيه، يعني ده البطانيه اللي بيغطي بيها عربيه الفول دي لو حضرتك حللناها هنلاقي كميه ميكروبات اللي العالم كلها موجوده فيها، دي نمره واحد. نمره اتنين ده بيغسل اطباق في علبه ميه قد كده، بيولع بتاعه بوتاجاز بيقلي بطاطس وبيقلي مش عارف طعميه جنب خط الغاز الرئيسي، يعني انا مش عارف حضرتك يعني انتوا يعني هل ندافع عنه ونعمل مشكله يعني لينا، ولا نحل له مشكلته ونحل مشكلتنا؟
كان في واحد واقف هنا بقاله فترة، ما هوش طويلة قوي، ما هيش قصيرة قوي. أولا زي ما أنت شايف الميدان عندنا ضيق جدا، العربيات ركنا في ناحيتين الميدان من الناحيتين، صفين صف هنا وصف هنا، فبالتالي المكان ضيق جدا ما يعديش عربيات. لكن لما بنعدي بالعربية أو على رجلينا طبعا في واحد بتاع فول واقف على ناصة الشارع أو على ناصة الميدان، حاجة تلوث فظيع جدا. أولا مفيش مية خالص لأن دي عربية كده واقفة، العربية دي طبعا أطباق فول وناس غريبة جدا. تعرف إن في شايف عمارات كتيرة بتتبني في المنطقة، ناس شكلها غريب وناس معرفش من كل طبعا من حوالينا وكده، هو واقفين في المكان، عاملنا احنا تلفزيون يعني، انا او بنتي او بنات العمارة او نعدي بالعربية، الفاظ ونظرات مش كويسة سواء ماشيين على رجلينا او بالعربية، فطبعا ده حاجة غير مقبولة. ثانيا يعني بصرف النظر عن كل ده، هو اولا يعني له بتصريح ولا محل وتقفل، هو مجرد واحد جه واقف بعربيته، أمر واقع. الأمر الواقع ده بقى فرض علينا زباينه، فرض علينا وجوده هو كعربية فول واقفة عليها ناس زي ما بقولك غريبة جدا، نظرات وألفاظ وحاجات مش مقبولة بالنسبة لسكان منطقة زي دي. يعني مش مقبولة، مش عشان حاجة، علشان احنا مش المفروض ان احنا واحنا نازلين من بيتنا او احنا راكبين عربياتنا المفروض نبقى يعني محتاطين ان في حد في اول الشارع هيبص لنا او هيقول لنا لفظ مش كويس او هيضايقنا. بس في الاول ما كانش في مشكله مع احمد بتاع الفول ده، لان هو كان مجرد عربيه فول واقفه بيعمل سندوتشات وبيبيعها وخلاص. بدا يتوسع في المجال بتاعه، فبدا يجيب ترابيزه واطباق، فالعدد زاد، فالناس قاعدة على سور المشتل. أنا أكتر حد متضرر يعني، العمارة بتاعتنا عموما وأنا عشان في الدور الأول أنا وشقة الفشي، الناس قاعدة مش قاعدة بتاكل يعني، مش طبقها مش بصة في الطبق اللي هي قاعدة فيه، الناس قاعدة بتاكل بتتفرج بقى على المشتل، بتتفرج على العمارة. اتمنعت مننا دخول البلكونة عندي خالص، ما بقتش عارفة أفتح شباك، مش عارفة أتحرك في ريسبشن الشقة جوه لأن أنا مكشوفة. كلمناه اكتر من مره، يا احمد من فضلك انقل من المكان ده، احنا ما حدش قال له امشي خالص، مفيش اي حد قال له امشي، كل اللي قاله له انقل من المكان اللي انت قاعد فيه تحت البلكونه ده، ممكن تنقل مكان تاني. لدرجه ان في حد في فيلا على اول الشارع جنب مسجد الصحابه، صاحب الفيلا نفسه جه قال له تعالى اقف عندي والعربيه بتاعتك جرشها بالليل في الجراج. فرد عليه رد غريب جدا، قال له انا بقالي هنا 10 سنين وانا اللي موجود وانتوا اللي جيتوا عليا، والمتضرر هو اللي يمشي، يعني المفروض احنا نسيب بيتنا عشان احمد بتاع الفول. شغال عنده واحد مزعج جدا طول اليوم، رايح جايب ثواني في الشارع، صوته عالي، بيتكلم بصوت عالي جدا، بيقول الفاظ خارجه، وانا عندي اطفال. فكلمته انا عن نفسي، كلمته قلت له الشخص ده ما ينفعش يبقى رايح جاي في الشارع بالالفاظ اللي بيقولها دي. فقال لي لا يا مدام ما تلاقيش وانا همشيه، ما مشيش. المكان اتقلب من حي راقي في الدقي لمكان عشوائي، الناس قاعده بتاكل بتقول الفاظ، بيضحكوا بطريقه بايخه، العمال كلهم اللي بيبنوا في العمارات كلهم جم قعدوا تحت البلكونه عندنا، قاعدين على العربيات بتاعتنا. يعني احنا مش بنتكلم ان احنا خايفين على عربياتنا ولا احنا عشان مش عارفه افتح بلكونتي، الموضوع مش هيتشخصن في الصوره دي، بس هو مش وضع، مش كل واحد عايز يعمل حاجه يجي يقف تحت بيت الناس ويعمل اللي هو عايزه، هو مش حل كده. القصه كبرت وبقت هو حد ضحيه، واحنا قلنا له امشي واحنا قطعنا عيشه، احنا ما قطعناش عيش حد. يعني احنا بنقول له روح في مكان فاضي او روح عند الشارع الناحيه الثانيه، احنا كده ما غلطناش. وبعدين الموضوع برضو اخذ حجم اكبر من حجمه بالناس اللي جات وصورت، وصوروا مداخل العمارات هنا ومداخل الجراشات، دي كلها اماكن عمارات تحت الانشاءات. يعني الاستاذه اللي جت صورت مدخل الجراش عندي، وده مدخل جراش لسه بيتبني، مصوره سوري يعني سوري اصفر، بتقول دي خرابه، احنا مش ساكنين في خرابه، يعني احنا مفيش في المنطقه حاجه اسمها كده خالص. كل اللي بيحصل ان دي اماكن لسه بتتبني، قدامنا مشتل، صورت مدخل المشتل على انه برده مكان فيه زباله، دي مش زباله، بتوع التشجير دول بتوع لما بيجوا يشيلوا الشجر الزياده فسايبينه في الارض عشان الحي يجي يشيل، الحي ما بيجيش. ما هي القصه من الاول لو الحي دخل وشاف شغله كانش ده حصل. فالموضوع ما تشخصش يعني، مش هنشخصه في صوره فلانه وفلان، لا، وده غلط لازم يتصلح. بيجي الصبح الساعة 6، 6 بالظبط الصبح، واقف عمال يحطط زيت على موقد كده جنب خط الغاز،
طلعت له انا من البلكونه قلت له كده غلط، يعني لو نقطه زيت نزلت على الغاز الدنيا هتولع، انت هتسبب في كارثه في المكان. قال لي لا خلاص ومعلش وحقك عليا النهارده وخلاص، النهارده بقت بكره بقت بكره. لا هو مش وضع بقى، احنا ادينا له كل الحلول، روح لاول الشارع، روح لمكان فاضي، يعني عايزين نساعده باي طريقه. هو مصمم انا هنا وانتوا اللي جيتوا عليا. جاء طلع بشندوشين فول عندي في العماره، في العماره بقول له يا احمد فين رايح؟ قال حودي شندوشين فول. هو بنفسه مش حد من خدمه، هو بنفسه. بقول له طب يا احمد خلاص اطلع عشان عارفه جاري. سكت. جيت اخر النهار بطلع لفوق بس بص على الدوار كده بقول له، بقول الشغال شغال بقول له انت ما عاوز افول يا سيد عمك؟ ليه ما قلتليش؟ قلت والله يا عم مندوح انا مش عاوز افول ولا عاوز اي حاجه. هو قال لي اجيب لك حاجه ساقعه وخد شندوشين فول دول. ونزل، نزلنا من فوق جيت محمد صاحب الشغل صاحب الشقه، محمد اللي شغال مع صاحب الشقه قال له عايزين يضربوا محمد، عاد محمد يضربه. رجب قال له ايه تعال احنا هنقول له ايه ما تروحش تعال. اللي شفتوه برضو مش بس كده، هضيف لكم كمان على اللي شفتوه. نزل على الشاشة الأستاذ المخرج في رقم هتشوفوه، طيب نزلت الفيديو الأول ده فيديو صورناه النهاردة لبتاع الفول الأستاذ اللي بيأكل الناس اللي معظمها جالها تسمم منه، وفي ناس ممكن يكون ما جالهاش. ما هو التسمم بيبقى نصيب، ساعات تاخد في طبق واحد انت جيلك تسمم والتاني لا. تفضلوا شوفوا بيشتغل ازاي. فين اشتراطات الصحة؟ تلوث في تلوث، شايفين المنظر؟ يعني حتى مش نظيف. في بتوع فول فلة فلة، طلعت بس عملت الشو بتاعك ولبستلي البتاع على دماغك والأستاذة عرفت ان هي اللي جابت له البدلة اللي لابسها. فيلم 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 يا جماعة. تفضلوا ادي الاستاذ وهو بيبصوا فين فين بقى الحنفيه ولا فين الحوض اللي بيغسل فيه الاطباق؟ شايفين شايفين بيغسل الحاجه ازاي؟ يعني يا جماعه الفقر دايما مش عيب، لكن عدم النظافه ما يصحش، لازم يبقى فيه نظافه. طيب في رقم لو سمحت استاذ المخرج تنزله على الشاشه، ده رقم محضر اتعمل النهارده بالصدفه كده، لقيت الولاد اللي بيعملوا المراسل جاي بيقول لي تصدقي يا دكتوره انه في واحد طلع انه بتاع الفول ده ضربه، يعني حارس في بيت في شيء يعني في عماره، انا ما عنديش تفاصيل الموضوع قوي يعني، فوجئ ببتاع الفول انه طالع، فبيقول له يعني انت طالع فين او عينيه زايغه على الستات النازله وطالعه قامل العماره. والولد ده طلع من اسيوط وصعيدي. مش لازم يبقى من اسيوط وصعيدي يا جماعه، هي النخوه ملهاش علاقة. النخوة المفروض تبقى موجودة في كل رجالة مصر وكل الرجالة. مين يرضى بده؟ الولد ده بالذات عينيه زايغة. الولد بقى ده اتخانق معاه وزعقله، راح البتاع الفول ضربه وفتح له بقه، والولد واخد غرز في بقه من جوه. ده رقم المحضر اللي عمله الولد. بس الولد بقى قال ايه النهاردة؟ انه انا عملت تنازل لانه صعب عليا لانه عنده ولاد. المصيبه بقى ان انا عرفت لما الولد قال كده انه الراجل ده متجوز وعنده ولاد.
يعني مش عارف. انا انبسطت من الولد اللي هو بتاع اسيوط انه اتنازل عشان خاطر الاولاد دول ما لهمش ذنب في سوء اخلاقيات ابوهم. تعالوا بقى اقول لكم اني انا عندي بنتي عندها 10 سنين. دي بقى سبب الموضوع ده كله. بنتي بتنزل كل يوم بتستنى اتوبيس المدرسة الصبح لما يجي ياخدها. مكانها بالظبط قدام بتاع الفول. بصوا يا جماعة ده الشارع اهو. ده الشارع. انا العمارة هنا. خلاص؟ وبتاع الفول بيقف هنا. وانا بنتي بتقف هنا قبل اخر الشارع علشان الباص ما بيدخلش جوه. فلقيت الشغالة بتقول لي انه في ولد تحت بيصفر لبنتي. مش عايزة اقول الاسم، بنتي صغيرة ومفيش داي للكوارث في المدرسة. وعشان كده ده السبب الحقيقة اللي خلاني ما كنتش عايزة اتكلم من الاول، لانه الموضوع بقى والميديا والبنت، ومش عايزة صورة البنت تنزل، مش عايزة اعمل لها حالة نفسية. شفتوا انتوا اضطرتوني النهاردة ان انا اطلع اقول ايه؟ كل يوم اقول بكرة يسكتوا، بكرة يسكتوا، بكرة يسكتوا. لكن هل انتوا تقبلوها على نفسكم انه بنت عندها 10 سنين حتى، يعني هي حبيبتي جسمها اكبر من سنها شوية، انت حد وحش قوي. ويا جماعة يا ريتني طلبت منه يرحل. انا كل اللي قلته له اقف هنا، يعني بعيد عن الحتة اللي هي بتقف فيها، وما قلتلوش ولا واجهته. قلت له من فضلك لو سمحت اقف في حتة تانية. الرزق في كل حتة، مش لازم في الحتة دي بالذات. لا، هو مش هيتنقل، هو قرر ان هو مش هيتنقل من المكان ده، وراح كلم فلان وعلان وترتان، وراح لهم يعني يقول لهم انه هو شايف نفسه مسكين لان انا ما واجهتوش بالحقيقة. فكذب الكذبة على نفسه وصدقها وابتدى يحكيها للناس. وبعدين انتوا بتقفوا جنب مين؟ يعني هل انا مش بظلم دلوقتي كمان الراجل اللي في محل فول وبيتبع الشروط الصحية وبيدفع ايجار كل شهر، بيدفع ضرائب واعباء؟ طب بلاش كده، انت بقى مظلوم في ايه؟ ده انت متدلع عنه جدا. وبعدين تطلع وتتبلى وتعمل وتبص للبنات اللي طالعة واللي نازلة، والراجل اللي زعق لك عشان تمشي، ده راجل في شارع تاني على فكرة، اللي هو الحتة اللي نقل فيها بقى دلوقتي، اللي هي جنبنا برضو. يعني سيادة المستشار اللي بيتكلم ده برضو بيشتكي من نفس الشكوى، الست الواقفة دي بتشتكي، الست اللي في العم. وعلى فكرة في ناس كتير تانية، بس أنا مش عايزة النهاردة الحقيقة أعمل كل الموضوع وأسجل مع كل الناس. في ناس عايزة تدخل وعمالة تتصل دلوقتي عشان يشتكوا منه. فين يا جماعة الفيديو بتاع الناس اللي بعتهم لما عرفوا ان انتوا بتصوروا؟ موجود؟ جهزوا. الأستاذ بقى لما عرف ان احنا بنصور حقيقة بعد الكاميرا، يعني ما كانت خلصت ومشيت، هو عارف، فكان بيحاول انه يوجد اي مشكلة او يفتعلوا خناقة علشان ياخدوا الكاميرا او يعملوا اي حاجة. ما يعرفوش بقى انه احنا عندنا فريق صاحي كده ما شاء الله الحمد لله، وده بقدرة ربنا، يعني انه كان في كاميرا اون وفي حتة هم مش شايفينها، لانه اللي بعتهم. بصوا انا مش هتكلم، تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض ونرجع نعلق. لسه ما جهش؟ طيب يلا. انا عايزه النهارده الحقيقه، يعني انا بأناشد سياده اللواء كمال الدالي محافظ الجيزه، واللواء عصام سعد مدير امن الجيزه، وبناشد الاستاذ كرم جبر
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. أغيثونا من بائع الفول أبو عين زيغة على بناتنا. ومن الصحفية أنا هشتكيكوا السادة الصحفيين. بصوا أنا عارفة إنه مفيش بني آدم بيجتمع على حبه الناس كلها. في ناس زاطت في الموضوع بتكرهني، ما هو مش كل الناس لازم تحبني، وأنا مؤمنة بده على فكرة. ممكن تكون واحدة قاعدة دلوقتي بتأزأز شوية لب وبتقشر شوية سوداني وبتعتبرني تسلية ومبسوطة إنه أنا في الموقف ده، شكرا ليكي، تكرهني مش بتحبني. واحدة تانية واحد تاني من الناس اللي بتزيط بيكرهوني، وإيه يعني؟ مين اجتمع على حبه بني آدم؟ مين بني آدم الناس كلها اجتمعت على حبه؟ مفيش. أنا بقى بكلم الناس اللي هي مش من الفصيلة دي، أنا بكلم الناس المحترمة، الناس اللي عندها ضمير، الناس اللي شغلة الصحافة عندهم مهنة، اللي أنا النهاردة بقول لهم أغيثونا، لأنه الصحافة مش كده، فهي بتسيء ليكم. في صحفيين كبار قوي ومحترمين جدا، وفي جرايد جامدة جدا ومحترمة قوي، زي الأستاذ محمود مسلم مثلا رئيس تحرير جرنان الوطن، من الناس المحترمة جدا جدا، سمعته سابقاه، وعمري على فكرة لا قعدت معاه ولا اتكلمت معاه. الأستاذ خالد صلاح جرنان اليوم السابع، الدكتور محمد الباز جرنان الدستور، من الناس المحترمة. الكاتب الكبير الأستاذ ياسر رزق جرنان الأخبار، الأستاذ خالد ميري، الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، الأستاذ محمد السيد صالح رئيس تحرير المصري اليوم، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد، ناس كتير كتير كتير. أنا بأناشدكم النهاردة إنه عدم على عدم تكرار استغلال الصحافة في تصفية حسابات، إنكم لازم يبقى في وقفة النهاردة. أنا بشتكي لكم مع إني معايا مايك ومعايا كاميرا، بس إنه برضو قليلة الحيلة. يعني بكل احترام ومحبة ليكم، أرجوكم بضمير اتدخلوا. معانا الفيديو؟ الصوت فين يا جماعة؟ عشان في ألفاظ خارجة، وممكن على فكرة أنا بعمل بلاغ دلوقتي وتشوفوا الولاد دول مين، لا يقولوا مثلا جايبين كومبارس ولا حاجة، والحمد لله وشهم باين. أنا بقوا طالب، شايفين بيتهجموا على الولاد إزاي، بقوا طالب وبعمل بلاغ بسرعة القبض عليهم. تعدي الوقت بقى اللي كنا بنصور فيه، هو مشي وبعت أتباعه عشان ما يبقالوش وجود، وزي ما حضراتكم شايفين العربية متغطية وهو مش شغال. أنا عايز أعرف الناس دول جايين بيعملوا كده ليه؟ وموجود التسجيل بتاع الفيديو على فكرة، بجد احنا شلنا كل الكلام لأنه الألفاظ غير محتملة، ولا أقبل إنها تنزل للبيوت المصرية في بيوتها وعلى أسرنا. ولولا الجيران اللي اتدخلوا كانت هتبقى مجزرة دلوقتي، وكل ده بسبب الأستاذة اللي متبنية بتاع الفول اللي عينيه طويلة وزيغة على أولادنا. عرفتوا الموضوع؟ أنا كل الموضوع أنا مش عايزة إنه في إساءة لا لبنتي ولا البنات العمارة، ولا عندي اعتراض يبقى فيه عربية فول
ولا عربيات فول مصر كلها تبقى موجودة تحت البيت. تعالوا أقفوا وبيعوا واسترزقوا. إنما ده يا جماعة لأ لأ. وأنا بعمل بلاغ النهاردة، بعمل بلاغ وعايز أشوف السيد المحافظ الجيزة هيعمل إيه، سيادة اللواء كمال الدالي وسيادة اللواء عصام سعد مدير الأمن. إحنا في كارثة. وأنا بقالي شهر ونص ما حاولتش أستخدم سلطاتي زي ما بيقولوا، ولا اشتكي ولا بلاغ ولا عملت أي حاجة. أنا النهاردة بقول أغيثونا. أنا عايز أسأل سؤال النهاردة بعد اللي سمعتوه، مين يقبل عنده بنته أو أخته أو يقبل عليها على أهل بيته الكلام ده؟ وأنا مش هقول أكتر من كده. وأنا وضحت النهاردة رغم أن الحقيقة يعني حزينة، وبعتذر لوالدي ولوالدتي أنه زوج اسمهم في موضوع وحكاية ملهاش لازمة، يعني سامحوني ما عنديش يعني مش عارفة أقول لكم إيه. أنا أسفة بس أنا بفتخر بيكم جدا وانتوا على راسي من فوق، بس أنا اتعرضت لظلم شديد كان لازم أطلع أرد، ما كنتش عايزة أرد. أنا بعتذر لك يا ضياء جدا إن أنا خدت فقرتك النهاردة. لا إطلاقا، يعني أنا هقول لك حاجة دكتور، يعني لقد استراح قلبي الحقيقة، لأنه كان الموضوع ده أنا كنت عارف قد إيه هو مسبب لك ألم كبير في السكوت في الفترة اللي فاتت دي كلها. ويمكن ناس كتيرة جدا من السادة الصحفيين حاولوا إن هم يتواصلوا معايا وكانوا بيقولوا لي ليه الدكتورة مش عايزة إن هي تتكلم وليه الدكتورة مش عايزة ترد. مش عايزة أتكلم يعني أحط بين قوسين بنتي. فهمنا وجهة النظر وما كانش مسموح لي طبعا نرد بحاجه زي كده الا لما حضرتك تتكلمي. وعايز اقول حاجه، ان زي الحقيقه يعني ما كل مجال في الدنيا في الانسان السيء وفي الانسان الصحيح. في صحفيين فعلا انا مديون لهم بالشكر جدا، لان الناس كانت نفسها ان هي ورؤساء تحرير جرايد كمان والدكتور عبد الرحيم علي قرنان البوابه حقيقه من الناس المحترمه جدا. يعني ده حقيقه، ده حقيقة. الناس حاولت كتيرة جدا الحقيقة ان هم يتدخلوا في الموضوع عايزين يردوا، ولكن طبعا كون الدكتورة بسمة وهبة ما قامتش بالرد وهي احق واحدة بالرد في هذا الصدد يعني، فما كانش حد عارف انه يتكلم. لكن الناس عارفة الحقيقة فين، والناس فاهمة الحقيقة فين مكانها بالظبط. واللي احنا بنتكلم بقى في حاجة تانية بقى خالص، يعني ليه علاقة بالتوبيك اللي كنا بنتكلم فيه من شوية، انه طلع حد يعني من الإعلام الجماعة الإرهابية تمام ادتهم فرصة يا جماعة ان هم يستغلوا هذا الموضوع واستغلوا القضية دي وتجروا. قصدك قنوات الإخوان؟ قنوات الإخوان قنوات الإخوان حد من مذيعين قنوات الإخوان استغل هذا الموقف. هم حكوا لي، انا ما بفرجش عليهم ما بحبش اديهم مشاهدة. بالظبط. يعني بعدين طالع مش فاهم هو بيتكلم. اولا دكتور هو قال حاجتين كان والنبي ما تقولش اسمه يا طارق. لا لا خالص خالص لا 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 خالص خالص هو انا لا هقول اسمه ولا هتكلم خالص. هو قال حاجتين بصراحه استفزوني جدا، عشان كده كملت الفيديو. اول حاجه هو مش متحري تماما من معلوماته، اول حاجه، لانه بدليل انه قال في الفيديو والناس تقدر تدخل تتاكد بنفسها انه قال ان عربيه الفول واقفه قدام المطعم الشهير في منطقه الدقي او المهندسين تمام. هي عربية الفول ده مش مكانها خالص، ده دليل على ان تمام. هم مش واعيين بالظبط. قنوات الاخوان دي كلها كذب جدا وافتراء، وبس بيعملوا سبوبة بس جداً. يطلعوا ينظروا يعملوا مشاكل. وطبعا احنا من الناس اللي ما هيصدقوا، لانه احنا بنطلع بنرد عليهم وبنكشف حقيقتهم بالزبط. لكل الناس
فطبعا لازم يهاجمونا. ما فيش اي مهنيه تماما يعني. حبيبي يا استاذ، لما تهاجم ابقى تحرى الدقه في معلوماتك. بالظبط بالظبط. الاستاذ بتاع قنوات الاخوان الاخواني اللي بيطلع ما فيش اي تاني حاجه. تاني حاجه قالها، كان بيحكي انه كان طبعا لو الدكتور تسمح لي يعني اقول حاجه زي كده، انه كان بيتكلم على انه بيصفي حسابات هو كمان معاه من 20 سنه تقريبا، من اول ما الدكتوره بسمه وهبه انطلقت باول برنامج ليها، اللي الحقيقه الوطن العربي كله اشاد بهذا البرنامج لغايه النهارده احنا بنتعلم منه قبل ان تحاسبه. قبل ان تحاسبه، واللي ما يعرفش يقدر يعرف كويس قوي ايه هو برنامج قبل ان تحاسبه. الاخ متضايق من تصرف لا اساس لي من الصحه تماما، وقال انه تم اخلاء الاستوديو بيصور فيه، وان هم شالوا الديكور علشان في ديكور لبرنامج جديد نازل، وان الفلوس اللي تمول بيها البرنامج دي جات له في شويله، ومش يعني كلام يا جماعه بجد. الحقيقه الواحد قاعد بيسمع الكلام انا بضحك. ما هو انت والله حضرتك شر الباليه ما يضحك فعلا حضرتك. فضل. لو كنت انا هسيبك تكمل يا ضياء، بس هقول الحته دي حريك. لو كنت ناجح ما كنتش فاشل، ما كنتش مشيت من مصر ورحت في قنوات الاخوان عشان تطلع تعادي دولتك. اتفضل كمل. فبيقول كلام فعلا اي حد هيقعد يسمعه متعلم تعليم حتى لو بسيط جدا هيفهم ان حضرتك بتهزي، لانه كلام مش واقعي تماما. يعني ايه فلوس جت في شويله؟ يبقى احنا بنصفي حساباتنا هنا. المفروض ان احنا يعني بعيدا بقى عن اعلام الجماعه الارهابيه وقنوات الاخوان، كصحفيين وكاعلاميين احنا المفروض ان احنا اسره بنضلل على بعض، ايدينا بتكون في ايدين بعض علشان نظهر للناس الحقيقه في الاعلام المحترم والاعلام الواضح. بس عمرنا ما هنحط ايدينا في ايديهم. لا انا بتكلم على الاعلام المصري الصحيح الحقيقي اللي ملوش اي علاقه تماما باعلام الجماعه الارهابيه. تاني، اعلام الجماعه الارهابيه احنا مالناش دعوه بالناس دي تمام. احنا كصحفيين وكاعلاميين عايشين في مصر مش هربانين بره مصر، المفروض ان احنا ايدينا بتكون في ايدين بعض علشان نوضح للناس الحقيقه. اول حاجه الاخ صاحب عربيه الفول اديت فرصه لاعلام الاخوان القذر انه يتاجر بقضيتك، تمام؟ ده لو كان ليك قضيه، لو هنعتبر يعني ان انت كان ليك قضيه. تاني حاجة، السيدة الصحفية اللي أنا الحقيقة مش شايف أي داعي تماما لهذا الحقد والغل، تمام؟ حضرتك اديتي يعني حتى لو هنتكلم على صاحب عربية الفول إنه ما عندوش إدراك كفاية، يعني إزاي هي يعني هي جاية تعمل حاجة صح وتطلب حاجة غلط؟ يعني انت جات لوبي بتاع الفول يقعد ونقفل الحضانة على أساس احنا مين ولا ايه؟ ده حقيقة يعني انا برضو مش قادر افهم يا دكتورة بسمة هي يعني هي بتقفل لك حضانة ازاي واي حضانة بتقفلها؟ انت عارف انه بتاع الفول ده يعني بيمثل خطورة على الحضانة والاطفال اللي فيها ده حقيقي. سواء باكله وسواء بعينه اللي طويلة. بعد اذنك يا دكتور اقول لك حاجة، احنا طول عمرنا في المدارس واحنا صغيرين، يعني انا كنت رحمة الله عليها كان ليا دكتورة في المدرسة اللي انا كنت فيها في ابتدائي وفي اعدادي، كان اسمها دكتورة مريم رحمة الله عليها، متوفية دلوقتي. كانت دايما دكتورة مريم دي تدخل علينا في الكلاس بتاعنا وتمنعنا دايما، تقول لنا الباعة الجائلين. طول عمرنا نعرف ان الباعة الجائلين دولت اكبر خطر بيهددنا كاطفال في سننا ده، تمام؟ هل النهاردة الباعة الجائلين يا جماعة بقوا ابطال؟ يعني هل احنا دلوقتي وصلنا للمرحلة دي ان احنا بنوصل الباعة الجائلين لان هم يكونوا رموز لضحايا المجتمع؟ يعني يا جماعة هنحكم عقلنا امتى وهنحكم دماغنا امتى لما يحصل كل الكوارث دي بالمنظر ده، والموضوع يستمر شهر ونص ويتم فيه تجريح ناس وإهانة لكرامة ناس؟ فأتمنى ان احنا نقف ونتعامل بمهنية شوية ونفكر شوية قبل ما نطلع اي كلمة من بقنا وندون على صفحات التواصل الاجتماعي. شكرا زميل ضياء. شكرا يا دكتور جدا. شكرا. انا بوجه الحقيقه النهارده تحيه لكل بائع فول واحترام ولكل انسان بيجري على اكل عيشه، لكن
بالأخلاق والأدب. فاصل وهنرجع نواصل حلقتنا عن مواقع التواصل الاجتماعي ما لها وما عليها. انتظرونا.